أنا آسف لأني ورطتك معي يا أخي. إذا بتحكي هيك مرة ثانية بزعل منك. لك والله مو سهلة، أنت استقريت بشغلك وبلشت تعيش حياتك، إجيت دمرت لك مستقبلك. مين قال لك إني رح وقف؟ رح نكمل مع بعض أنا ورؤيا. جد عم تحكي؟ البنت والله عجبتني. لما بتشوفها بتحس إنها نعومة كتير، بس من جوا قبضاية وقت حالها. وحلوة وبتحب بصدق. إيه صادقة. قولا ما تتردد أخي، بقى لهالبحصة أحسن من نريمان. ما أنا بحاول أنسى وأنت كل شوي بتذكرني بنريمان. شو بيعرفني؟ كأنه اليوم الصبح شفتك أنت وياها. قصة وانتهت. نريمان قصة قديمة وراحت لحالها، طبيعي يتذكر كل ما بشوفها. ولما بتمشي بنسى كل شي، يعني مثل الجرح اللي بيكون بجسمك، ما في غير الحكيم اللي بيوجعك وبيدوس عليه، وهي الحكيم تبعي. الظاهر لازم انقذك انا من هالحكيم لانه رح يجيب اخرتك. ما ضل بيني وبينها غير خيط رفيع كتير، وهالخيط على وشك ينقطع ونخلص. ليك على هالحكي، شو خيط ما خيط، الله طعمك غير انساها بقى العمى على هالقصة. شوف جهاد، رح قلك على شغلة اخيرة، بس وعدني انك تسكر على الموضوع. ناريمان مو مجرد قصة عابرة، لسه في جرح غميق جواتي. يعطيك العافية عم عثمان. معوضي. والله إذا ما رح تقيم هالحكيم من راسك أنت رح تتبهدل. الله معكم. مساء الخير شباب، شو رايحين؟ إيه والله. أهلين شباب، هلا، شلونكم؟ سمعنا اليوم إنكم اتخانقتوا وعملتوا مشكلة. إيه وأنت شو بدك بهالقصة؟ والله ما قصدنا شيء. واحد كان لازمه أدب وربيناه نحن. ماشي، وإذا احتجتونا بأي وقت بتلاقونا. كفو أخي. هذا اللي محببني بالحارة، الناس اللي ساكنينها والشباب هدول. بحب العيشة بهالحارة جهاد. أنا كمان بحبها مثلك. فجر لك غنية بالحارة. أنا اللي رح انفجر، مو الغنية اللي رح تنفجر هون. تصطفل، أنا بغني. اصحك تعملها، سكر تمك. والله جرحتني وكسرت لي قلبي يا عدو المواهب. عم تحكي جد؟ جهاد؟ آه يا قلبي، آه يا قلبي.